ليس من الضروري أن تكون من متابعي درب كرة السلة في لبنان حتى تعرف مدى شراسة المواجهة بين الفريقين الندين الرياضي والحكمة. ومنذ اللحظة الأولى للقائهما حتى مباراتهما الحالية ضمن سلسلة نهائي بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة لموسم 2023-2024 تحتدم المواجهة. وعلى الرغم من أن الروح الرياضية موجودة بين لاعبي الناديين، إلا أن ذلك لا يترجم في تصرفات الجماهير، فهم من المفترض أن يتمتعوا بأدنى معايير الثقافة الرياضية بمعزل عن محاولة الاعتداء والاستفزاز. وفي المباراة الثانية وخلال صعود لاعبي فريق الرياضي إلى الحافلة لمغادرة ملعب أنطوان شويري في غزير، أقدم عدد من مشجعي نادي الحكمة على التفوه بعبارات نابية وإطلاق الشتائم بحق أفراد النادي الأصفر، مما أدى إلى وقوع تصادم بين المشجعين وبعض لاعبي الرياضي. وخرج لاعبا فريق الرياضي والعرقجي واسماعيل احمد بعد الاشكال ليوضحا حقيقه ما حصل. لنكون واضحين، نحن ابدا ما تعدينا هذا الشخص اللي عم بيقول انا وسمعه على ربي، بالعكس الفيديوز بيفاجئوا كثير منيح انه صار في اشكال بينه وبين احد اداريين نادي الرياضي، ونحن نزلنا لنهدي الوضع. يمكن في فيديوز بتفرجي عم نركض، بس كان في قوة امنيه وقفت الموضوع وما حدا مد ايده على الثاني، ونحن كلاعيبه نادي الرياضي ابدا ما قربنا صوب ولا حدا من جمهور نادي الحكمه. هذا عدا عن مشاهد الهتافات الحزبيه والعبارات النابيه التي تسود اجواء المباريات في ملعبي المناره وغزير من قبل جماهير الطرفين. ولكن وعلى الرغم من كل محاولات التشويش والاستفزازات التي تخرج من أفواه من يدعون أنهم يتمتعون بالثقافة الرياضية، تحاول إدارتا ناديين الأصفر والأخضر التركيز على مبدأ الروح الرياضية والحفاظ على تاريخ هذه الرياضة لكونها متنفسا ومساحة فرح للشعب اللبناني بمختلف شرائحه.